مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. وللصاد والندم المتأخر جدا على تسريعه في معادات وإقالة بالماضي وخطوة كبيرة إلى الوراء، لكن هل فات الأوان وطلب مفاجئ إلى الوزير؟ فكيف تعب صادي وحزين جدا مع فشل كل المحاولات ويتجه سريعا نحو الصلح بشكل مفاجئ معه؟ والهدف من هذا الصلح هل سيعيده للمنتخب؟ بداية من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي تخلص حسابته كليا مع كل لجنة معنية بإيجاد مدرب بديل لبالماضي وعلى رأس اللجنة سعدان ومحمد معوش، إذ بدأ العديد من أعضاء اللجنة وليد صادي في الاعتراف بصعوبة إيجاد بديل بالماضي بفشل ذريع وغريب، حتى أن منتخبنا أصبح منفرا لكل مدربين. ناهيك عن كون تصريحات أحد أهم أعضاء لجنة صادي وهو معوش، اعترف بأن صادي تعب ويعمل ليل نهار لإيجاد بديل بالماضي ولم يستطع، خاصة وأن أغلب المدربين الذين كانوا يعولوا عليهم رفضوا العرض، ومن تبقوا الآن في القائمة ليسوا في المستوى، فاعترافهم بكونهم لم يجدوا أي بديل بالماضي وتعبوا من هذا الأمر. أيضا واضح ندمهم وأن صادي بالفعل اتخذ قرار مناصر وليس قرار مسؤول، مثل ما قال عنه الوزير برناوي مؤخرا في انتقاده لصادي، لأنه كان من الأفضل ألا يتسرع في إقالة بالماضي ويسبق المفاوضات معه والحوار حول أسباب الفشل الأخير في الكان وسبل إصلاح كل خلل لعودة المنتخب لسكة الانتصارات والإنجازات. فكان على صادي معالجة الخلل وتحسين ظروف وليس الانقضاض على بالماضي فورا، ليفشل الآن حتى في إيجاد أي بديل مقنع والمدربين يرفضون تواليا العمل مع صادي صاحب القرارات المتسرعة والغير مدروسة والقرارات الفشلة. هذا وكشف مراقبون متتبعون لصادي أن الأخير ندم على إقالة بالماضي بذلك الشكل المتسرع والهاوي والغير أخلاقي، وعلم جيدا أنه وصل لنقطة لا عودة معه، خاصة وأن صادي في نفس الوقت متعنت، وبما أنه عاد بالماضي وتشاجر لفظيا معه لن يستطيع مواجهته أيضا بعد كل حملة التي قادها ضده. لهذا غير معروف أي مسار بتحديد يتوجه صادي بقراراته العشوائية، لهذا يقول مراقبون أن صادي يتوجه لاستشارة وزارية لحل المعضلة، لأن المنتخب في دوامة كبيرة جدا وصادي متخوف من أن يجد نفسه هو الآخر يتحمل هذا الإخفاق ويقال من الاتحادية، لأن فشله في إيجاد أي مدرب إلى قراراته المتسرعة وكونه أيضا يتحمل جزءا من مسؤولية إقصاء المنتخب والظلم التحكيمي ولا حماية المدرب واللاعبين والمنتخب من تلك القرارات. هذا الأمر يؤرقه وأعضاء من لجنته بتصريحاتهم الأخيرة، غير مفهوم إن كانوا يريدون مصالحة بالماضي لإعادته للمنتخب أو لكي لا يقادهم ويحسنوا صورتهم حتى يقبل المدربون الآخرون الموجودون في القائمة عرض صادي لخلافة بالماضي في المنتخب، إذ أنه من كثرة العشوائية في تسيير صادي للاتحادية لا يمكن قراءة بالتحديد من محللين ما ينوي على فعله بالتحديد مع بالماضي جراء الموقف الجديد والمفاجئ الذي لم يكن متوقعا للتهدئة مع بالماضي بعد أن ظلوا لأسابيع يهاجمونه ويشوهوه. فما رأيكم بصراحة؟ هل ترى أن المشكل في صادي أم في بالماضي؟ وهل من الأحسن تغيير صادي وليس بالماضي أو العكس؟ قانون من الحكومة يهز البرلمان وتطبيقه لأول مرة في الشرطة الجزائرية، ولماذا سيعتبر خطوة غير مسبوقة وهل تعود بالفائدة أم العكس؟ وعلاقة هذا بقضية الراحل جمال بن اسماعيل والحدث الذي مثله؟ بداية يصنع الحدث بخلاف واسع بين نواب الغرفة السفلى للبرلمان والسلطة التنفيذية بسبب مشروع قانون العقوبات المعدل وصدامهم المباشر مع حكومة الوزير العرباوي، حيث اشتعل الجدل بين الحكومة والبرلمان بقوة بخصوص الشرطة حول استعمال مسدساتها في حالات معينة، وقد طالبوا الحكومة بتقديم ضمانات قانونية وتنظيمية أكبر لمنع حدوث تجاوزات باستعمال مسدسات أفراد شرطة والقوى العمومية خلال المواجهات. ورغم أن المادة المقترحة من قبل أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان قد أجازت لأفراد الشرطة استعمال مسدساتها في المواجهات صعبة جدا فقط، دفاعا عن النفس شرطة توسيع دائرة الاستشارة لذوي الاختصاص للفصل في هذه الأحداث لضمان الحق القانوني لكل طرف، إلا أن بعض النواب خلال جلسة مناقشة المشروع تحفظوا على مضمونها تخوفا مما وصفوه بالإفراط في استعمال القوة من قبل عناصر الشرطة مستقبلا، واعتبر مجموعة من النواب في مداخلتهم أن النص المدى 149 مكرر، 24 يبرز الأفعال التي قد يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم في مكافحة الجريمة، وضبط الأمن العام مؤكدين أن حقوق هذه الفئة مكفولة بها في نص المادتين 39 و40 من المشروع، من إدراج مادة جديدة تؤدي إلى نتائج عكسية مستقبلا وتفتح الباب على مصراعيه أمام حدوث تجاوزات على مصراعيه أمام حدوث تجاوزات في استعمال المسدسات.
خاصة أن الشرطي سيكون على الباب على مصر. خاصة أن الشرطي سيكون بناء على هذه المادة محميا قانونيا، وهو الأمر الذي رفضه وزير العدل عبد الرشيد طبي، حيث استوقف في بداية الجلسة كلمة أحد النواب المنتقدين لمسألته حول إدراج هذه المادة في مشروع القانون، ودفع وزير العدل بقوة عن مضمون المادة الجديدة، مشيرا إلى أن الفقرة 3 من نص المادة 40 من مشروع قانون العقوبات التي وردت في النص الأصلي للمشروع قد تم استبدالها بالمادة 149 مكرر إدمان، وتعد أكثر وضوحا وشمولية، مؤكدا أن المشرح حرص على توسيع دائرة الاستشارة في هذه النقطة بالذات لضمان حقوق كافة الأطراف. كما تحدث الوزير عن تقديم ضمانات أكبر في هذه المسألة من خلال تعزيز الدلائل القانونية في مشروع قانون الإجراءات الجزائية التي ستتم مناقشتها قريبا، وكذا إمكانية تبني مقترح مصالح الأمن المتعلقة بمسائل الاعتماد على ما يعرف بكاميرات بوديكار مستقبلا، وهي أجهزة صغيرة يتم ارتداؤها على الجسم لجميع عناصر الشرطة، ويكون لها تأثير كبير لمنع أي تجاوزات، كما أنها تحسن بيئة عمل الشرطة وتساهم في تعزيز الأدلة. وعاد الحديث من مراقبين حتى عن قضية الرحيل جمال بن سماعيل، قائلين أن الشرطة في تلك الحالات وما شابهها لو كانت لهم صلاحيات أكبر كرمه على الأقل تحذيرات أو دفاع عن النفس لكان بالإمكان تجنب العديد من الأحداث التي وقعت وتتكرر. جمال بالماضي والخرجة التي طال انتظارها ويضرب بالثقيل كل من صادي والدراجي وابن شيخ وكل الصحفيين بدخول غير متوقع، وهذا ما سيفعله حسب ما تم كشفه مباشرة مع الحكومة وإغلاق الملف في وجه اتحادية صادي. بداية، المصادر الصحفية تكشف عن خطط المدرب الوطني جمال بالماضي التي يراوغ بها الصحافة الجزائرية التي كرهها منها وبات لا يطيق أن يراهم، خاصة صحفي النفاق الذين انقضوا عليه وشنوا حملات كثيرة لتشويهه لإخراجه مهانا من المنتخب الوطني. لهذا كانت المفاجأة اليوم بعد أن قبل بالماضي بإشارة واضحة على إثر خرجة وزير الاتصال التي كانت لصالحه وقلبه طاولا مفوضا من الرئيس بون ورئيس الحكومة الوزير الأول نادر العرباوي، الذين أخرسوا الكثير من الأفواه التي استغلت قضية بالماضي لخلق فتنة بين الشعب الجزائري الواحد لتقسيمهم وجعلهم يتخاصمون بمواقع التواصل في تهديد صريح من أعداء بالماضي للأمن القومي بفتنتهم. ليتم الكشف الآن عن مفاجأة حصرية حول بالماضي وطريقة دخوله للجزائر خفية حتى لا يجد صحفي النفاق في وجهه ومن شوهوه وكذبوا عليه ولفقوا ضده، فهو كما هو معلوم كان غادر الجزائر دون أن يمضي على الاستقالة أو أي تسوية، ومع تأكيد مقربين منه أنه لا يكترث إطلاقا بالأموال كما يدعي جناح صادي كالدراجي وغيرهم، وإنما تعمد كل هذا التجاهل ورد التأر ضدهم ليودقهم، شيء مما أدقوه بتهجماتهم المستمرة، لهذا تركهم يغلون وراءه واستشاطوا غضبا وشعروا بالإهانة أيضا. الآن الخرجة الثانية قاضية عبر كشف ذات المصادر عن ما يسمى بالكونتر خطة من المدرب الجزائري جمال بالماضي لدخول سري إلى الجزائر دون كشف موعد الدخول، ولا في أي طائرة ولا من أي رحلة سيدخل بها ولا حتى من أي بلد مموه ليدخل وليتجنب لقاء أي صحفي. ويتوجه